بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا حامل لواء الحسين يا باب الحواج السلام عليكم أحبتي المؤمنين ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نتناول دور الجانب الوراثي في تنشئة شخصية الولد طبعا قبل ان ابدا هذا الحديث لابد ذكر هذه الروايه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حينما اراد ان يتزوج قال لاخيه عقيل وكان عقيل نسابه يعرف بانساب العرب، عالم بانساب العرب، ماذا قال له؟ اخطب لي امراة قد ولدتها الفحولة من العرب تلد لي فارسا مغوارا ينصر ولدي الحسين. طبعا هذا الحديث لابد ان نقف عنده في بعض النكات المهمة. اولا ماذا نستفيد نحن منه من هذه القضية. الامام امير المؤمنين قطعا ولا ريب ولا شك انه هو اعلم الناس في كل مجالات الحياه هو الامام المعصوم والامامه هي رئاسه عامه في الدين والدنيا يعني يعرف بكل العلوم الموجوده التي يحتاجها الانسان وفضلا عن العلوم الاخرويه اللي ستؤدي الى نجاتنا ان شاء الله تعالى في يوم القيامه الامامة رئاسة عامة في الدين والدنيا، فلا يمكن ان نقول ان شخصا ما اعلم من الامام في علم من العلوم. لكن هنا يعني قد واحد يسال يقول انتم تقولون ان عليا يعرف بكل شيء، كيف يستشير عقيل؟ يطلب من عقيل الا يعلم بام البنين؟ لا قطعا يعلم. يدري ان هناك امراه ومن هي ونسبها وحسبها وشرفها ولكن الامام سلام الله عليه يريد ان يعلمنا ان نرجع الى اهل الاختصاص في حياتنا، ان نستشير اهل الاختصاص، ان لا نستبد براينا لاننا اذا استبدنا براينا نزل يمكن ان الانسان ما يمكن ان يعرف بكل العلوم انا اذا احتاج الى قضيه طبيه اذهب الى الطبيب احتاج الى قضية قانونية اذهب الى المحامي. احتاج الى قضية بناء بيت ارجع الى المهندس. احتاج الى قضية فقهية ارجع الى الفقيه. يعني الرجوع الى اهل الاختصاص. والامام لعله يريد ان يعلمنا هذه القضية ان نرجع الى اهل الاختصاص والا ليس عقيل هو اعلم من الامام امير المؤمنين بانساب العرب. فإذا يريد أن يعلمنا كيف نرجع إلى أهل الاختصاص. طيب نحن ذكرنا في الحلقات الماضية أن المؤمن إذا أراد أن يتزوج يتزوج المرأة المؤمنة فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب أمير المؤمنين هو أول المطبقين للسنة النبوية الشريفة. لماذا هنا لم يذكر قضية التدين يعني لم يقل لعقيل اخطب لي امرأة مؤمنة متدينة صائمة مصلية مثلا مثلا إنما قال اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لاحظ قضية قضية دقيقة جدا تلد لي فارسا مغوارا ينصر ولدي الحسين يعني لعل الامام انا ما اريد ادخل في قضيه علم الامام وعمق تفكيره لكن هذا من باب التحليل ايها الاحبه لانني قاصر في معرفه ذلك لست اهلا لذلك انما قضيه تحليليه انه عدم التركيز على قضيه التدين انما قضيه البطوله والفحوله ومعروف انه هذه القضية كانها تورث يعني هناك هذه معروفة اهل الاحياء يعرفون قضية الجينات الوراثية من الاب قضية الكروموسومات والجينات وكذا ما تحمل من صفات وراثية من الابوين إلى الولد، واحدة منهم القوة والشجاعة والفطنة والذكاء والكرم وغير ذلك كل هذه كل هذه الرحمه العطف كل هذه يتوارثها الابناء من الاباء يمكن ان يرث من جده الخامس حتى اللون الطول القصر هذه كلها يعني صفات وراثيه اذا كانت صفات عرضيه على الانسان او صفات آه نلمسها يعني مو صفات ماديه انما صفات معنويه كالشجاعة والقوة الصفات المادية لون العين لون الشعر الطول القصر هذه إذا كل هذه المادية والمعنوية توارثها الأولاد أو الأبناء من آبائهم ممكن من الأب الأول أو من الجد الأول من الجد الثاني أو الخامس أو العاشر وهكذا حتى قضية العلم الفطنة والعلم واحدة من هذه الأمور الشجاعة القوة يقول ولدتها الفحولة من العرب الجانب النصف الأول هو أمير المؤمنين ومعروف بشجاعته بقوته ببسالته علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان يلبس الدرع فقط من الأمام لا يلبسه من الخلف لماذا؟ لأنه كان كرارا غير فرار هذا اللي يفر يخاف من رمي السهام او ضربه السيف او طعنه الرمح فيلبس الدرع من الخلف امير المؤمنين كان يلبس درعا فقط من الامام لانه كان يكر ومن بطولته وشجاعته ان ضربته كانت الضربه اليتيمه تسمى ضربه واحده اذا على قد واذا استعرض مد والشجاعه كل الشجاعه العرب عندهم عيب واحد يفر من المعركة لكن يعتبروها شجاعة إذا فر من أمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا هنا أحبتي النصف الأول علي بن أبي طالب وليس لمثل القاصر أن يتكلم في شجاعة علي بن أبي طالب معروفة شجاعته في حروب النبي صلى الله عليه وآله وغزواته أنه كان حاملا للواء النبي لواء الحمد وما دخل معركة وخسرها صلوات الله وسلامه عليه على كل حال معروفة شجاعته وبطولاته في تلك المعارك ولا سيما معركة أحد حينما فر المسلمون وبقي هو أفراد قليلون مع النبي والنبي يقول يا علي ادفع هذه الكتيبة عني أبعد هذه الكتيبة عني وجبرائيل ينادي بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي صلوات الله وسلامه عليك إذن هذا النصف الأول حتى يكتمل النصف الثاني لابد يعني المرأة أيضا لها دور هذه قضية قضية الوراثة بها كلام عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف يرث الولد الصفات من أبيه وأمه يعني يشبه أخواله يشبه أعمامه هذا سؤال موجود سئل به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى في قضية أنه حينما يكون الرجل يأخذ موقعه من المرأة لابد أن يكون في حالة مستقرة حتى تستقر هذه النطفة ويشبه الولد أعمامه وأخواله وإذا لم يكن هادئا النطفة أيضا سوف تضطرب وإذا سكنت مكان يشبه الأخوال يشبه أخواله وإذا سكنت أماكن يشبه الاعمام فسوف يخرج يشبه اعمامه. حتى هاي القضيه هناك روايات موجوده في هذه المساله. اذا تلقي الصفات الوراثيه حينما يكون الرجل هادئا وغير مضطربا حينما يقترب من زوجته. على كل حال اذا النصف الثاني هو المراه. طيب حتى يكتمل تكتمل هذه القوه لابد أن يحمل هذا الولد هذا النتاج صفات من أيضا من أمه أو من أجداده عن طريق أمه قد ولدتها الفحولة من العرب تلد لي فارس المغوار ينصر ولدي الحسين ماذا قال عقيل أين أنت عن فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية طبعا هذه كانت معروفة أجدادها أبوها وأجدادها معروفون معروفين بالقوة والشجاعة أبوها وأجدادها كانوا معروفين بالقوة والشجاعة حتى ينقل عن أحد أجدادها كان يضع رجله على الأرض يقول إن رفع أحدكم رجني عن الأرض يعني رفعها بمقدار أعطيه مئة ناقة يعني يجي واحد مثلا يجتمع عليه رجال يجون يرفعون رجله عن القاع بقوته وصلابته لا يستطيع ولا أعطي مئة ناقة للذي يرفع رجلي عن الأرض هكذا كان كانوا فرسانا أقوياء أبطال شهمين فذهب عقيل بأمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه إذا هنا نستنتج أن العامل الوراثي مهم جدا أحبتي في تنشئه شخصيه الولد الان شوف انه وصايا النبي صلى الله عليه واله بالتباعد انه يتزوج الرجل من الاباعد، طبعا هذه لاحظوا الجنبات الطبيه في هذه المساله ان لا يتزوج من المراه الحمقاء وهكذا ليش؟ لعل هناك مرض وراثي يعني الوراثه تتدخل في ايضا يعني يعني تنقل الصفات الوراثيه، اذا كان مرض وراثي في العائله يمكن ان هذا المرض اذا كان من الاقرباء ان يقوى عناصره، تقوى عناصره ويمكن ان يخرج في هذا الولد، لكن اذا صار تباعد سوف يتشتت هذا المرض الوراثي الموجود في هذه العائله. وطبعا هذا التلاقح التباعد فيه اثار مهمه طبية وآثار أخرى هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو العالم يقول اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب إذا هنا الإمام هو الجانب الأول الجانب الثاني جانب الأم كيف أنه يؤثر عن طريق أجدادها يعني هذا التقارب بين الوراثة من الأب والوراثة من الأم حتى ينشأ هذا الأشياء لذلك كما سيمر علينا أحبتي كيف أن أبا الفضل العباس كان قويا وشجاعا وكان مو فقط ببدنه إنما بتأثيره يعني هجوم العباس كان يرعب المقاتلين في ساحات القتال يعني وجود العباس في ساحه المعركه لوحده يكفي بان يوقع الرهبه في الاعداء، يعني بهي بهيئته بشخصيته بقوته هذه كلها علامات كانت تؤثر على اعدائي، وان شاء الله نحن لنا وقفات مع هذه الشخصيه وبطولات هذه الشخصيه وما قام به هذا الرجل الآن حينما يذكر أبو الفضل العباس أول ما تذكر أو يتبادر إلى ذهن ذهن المرء قضية الشجاعة والبطولة هذا أمر مفروغ منه إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سنذكر هذه المسائل لا أقول أغطيها وإنما نذكرها لكن هناك جوانب في حياة شخصية أبي الفضل في شخصيته المباركة غير الشجاعه ان شاء الله كالعباده والعلم نذكرها ان شاء الله اخلاق العباس عليه الصلاه والسلام فضلا عن قوته وشجاعته، اذا احبتي العامل الوراثي مهم جدا ايضا في ان تنقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء ولعل امير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه اراد بهذا انه تكتمل آه جوانب هذه الشخصية والشجاعة والقوة اللي يتمتع بها حتى يعده ذلك الإعداد ليوم طف كربلاء إن شاء الله لنا وقفات أخرى مع هذه الصفات وهذه الزيجة المباركة إن شاء الله تعالى ونستفيد من هذه السيرة العطرة بإذنه تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين